أهلا بكم في محورنا الثالث حول تطورات اخطاف السفينة في البحر الأحمر والتطورات الإقليمية والعالمية حول ما يحدث من عدوان على قطاع غزة. أرحب بداية بالمحلل العسكري خالد غراب من اليمن مباشرة. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير بك وبكل المشاهدين. أستاذ خالد، اختطاف سفينة في البحر الأحمر أسر من عليها، وأنا لا أرغب باستخدام عبارة اختطاف، هي السيطرة على سفينة تعود للاحتلال. أبرز تطورات هذا الملف حتى هذه اللحظة. نعم، هي عملية السيطرة على السفينة، وهي سيد الكريم هي أتت أصلا بعد عمليات طوفان اليمن المساند بطوفان الأقصى بالضربات الاستراتيجية إلى عمق العدو الصهيوني، وتحديدا إلى منطقة المرشاش بالمجموعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وأيضا بالطائران المسير. كان هناك تهديدات من قبل العدو أنه سيكون هناك رد وأنه سيكون هناك تبعات للضربات اليمنية، لم يأتي ولم يرتدع عن قتل الفلسطينيين. أتت القيادة رأت أنه يكون هناك عمليات ضاغطة أكبر فانتقلت إلى عمليات البحر لأجل حصار العدو الصهيوني. نحن عملنا هذه العملية من هذا المسار من أجل أن يكون هناك تراكم للعمليات الضاغطة على الكيان الصهيوني، وعلمنا أنه فعلا الكيان الصهيوني بدون تجارة بدون الخط البحري الشريان البحري يعني سيكون إلى زوال ولن يستطيع أن يتحمل لأيام. فلذا أنه نعتبر الآن بهذه العملية أن خط البحر الأحمر وباب المندب قد قطع بالشكل النهائي عن الكيان الصهيوني، لن يجرؤ يعني ثانية على الإقدام عبر البحر الأحمر. ورغم أن كان هناك بعض من السفن من يوم أمس ويومنا هذا تم التخاطب معها وإنذارها وتم العودة فورا، يعني وخاصة بعد أن علموا يوم هذا أنه قد تم السيطرة على السفينة جلاكسي دايزا. اسمح لي أستاذ خالد، ماذا تقصد بتحذير سفن؟ اسمح لي. نعم تم تحذير، كان هناك سفن أخرى يعني لم تصل إلى منطقة نقول منطقة المكهبلة أو المحادية لمياهنا الإقليمية، تم التخاطب معهم إنذارا لأنه تم إنذار الشركات، قلنا ربما أنه لم تبلغ تلك السفن، فإن صممت وتجاهلت التحذيرات والإنذارات اليمنية سيتم التعامل معها إما بالسيطرة عليها كما حصل يومنا هذا أو عبر استهدافها بالصواريخ أو بالأسلحة المناسبة لتدميرها وهي في أرض البحر. يعني القرار اليمني ليس فيه رجاء، هو جاد وهو يعني سنذهب به إلى أقصى المديات، ونعتبر أنه فقط الآن لدى الكيان الصهيوني منفذ آخر وهو عبر البحر المتوسط، نأمل أن يتم قطعه أيضا من هناك إذا تم إيقاف يعني الخط البحري من المتوسط. نحن نعتقد أنه سيضع الكيان الصهيوني نفسه، يعني سيتم وضعه كما هو حال غزة الآن التي يمنع عنها الدواء والغذاء والماء والكهرباء وغيره. فلذا أنه عملياتنا من ناحية اليمن نحن نعتبر أنه قمنا بواجبنا الديني والإخلاقي، ونعتبر أنه نحن الآن في النسق الثاني بعد ما يقوم به المجاهدون في غزة، ونحن نعلم أن هناك ربما سيكون تبعات، نحن مستعدون لتلك التبعات ونحن مستعد يعني قد هناك تحذير. أستاذ خالد أن 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 اسمح لي سيدي، هناك تحذير بأن اليمن اليوم تستخدم باب المندب، وهذا مضيق مهم عالميا، وهو لا يعني فقط كيان الاحتلال، وأن اختطاف السفن أو أسر السفن أو السيطرة عليها سيسبب أزمة كبيرة للقيادة اليمنية، هل تتفق مع ذلك؟ لا سيدي الكريم، العدو الصهيوني هو من يحاول أن يروج بهذا الشكل، لكن كان بيان الجمهورية اليمنية واضح جدا وهو أنه البحر الأحمر محرم على الكيان الصهيوني أو سفن الكيان الصهيوني تحديدا، وكان كل بيان أن يعني ما يقرأ أو ما نستطيع أن نقرأ أنه تأمين وتطمين لكل دول العالم أن خطوط نقل التجارة والطاقة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة بشكل كامل بل ومحمية عدا الكيان الصهيوني أو سفن الكيان الصهيوني وما يرتبط به من شركات إما مؤجرة أو تابعة أو مشغلة لسفنه. فلذا الكيان الصهيوني ليس العالم. طب اليوم هل كان هناك محاولة تشكيك بأن هذه السفينة تعود لإسرائيليين بين قوسين؟
نعم حاول سيدتي حاول نتنياهو ومكتبه أن ينفوا ملكيتهم للسفينة، لكن بعد أن بثت قنوات الإعلام الحربية اليمنية المعلومات الكاملة عن السفينة من تاريخ صنعها إلى امتلاكها إلى يعني منشأها إلى منطقة انطلاقها وهي كانت تركيا يعني واسم المالك للسفينة والشركة المشغلة لها، لم يستطع الكيان الصهيوني أن ينكر تلك المعلومات، وأضطر عبر إعلام الجيش الصهيوني أن تلك السفينة تمتلكها يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي. فلذا كانت استخباراتنا دقيقة، وكانت العملية نعتبرها قبل أن تكون عسكرية هي عملية استخباراتية بامتياز 100%. نعم، هل هناك حديث عن مصير السفينة ومن يتواجد فيها؟ السفينة سيدي الكريم هي نعتبرها أنها خرجت الإنذار والتحذير اليمني، ونعتبر الناس تخضع للقانون اليمني، يعني نحن نعتبر أنه ربما قد يمكن مصادرة، فقد بالنسبة للبحارة إذا لم يكن عليهم شيء قد يكون هناك وضع آخر. القانون اليمني لديه التفسيرات لهذا الأمر، وربما أنه سيتم محاكمتهم، ربما سيعتبروا إذا كان لهم ارتباط أو أنهم غيروا جنسياتهم وهم أصلا إسرائيليين فسيتم أسرهم حقيقة، سيتم اعتبارهم أسرى ومحاربون، لكن إذا لم يكونوا إسرائيليين قد ربما أنه سيكون وضع آخر سيتم التفاوض عليه لاحقا. لكن بالنسبة لوضع السفينة نحن نعتبرها حاليا أنها بحسب رأيي أنا الشخصي أنها ربما مصادرة. السفينة مصادرة ومن عليها يتم التحقق من هوياتهم. أكيد، لأنه نعلم أنه الكيان الصهيوني كما أنه يلغي العلم الإسرائيلي ويضع أعلام أخرى وشركات أوروبية أخرى يعني للتمويه والتهرب من يعني عدم كشف هوية السفن وحتى إغلاق جهاز التعارف الدولي، نحن نعتبر أنه سيغير هويات الأشخاص. فلذا أنه يتم التحقق الآن بشكل دقيق ومعمد عن هوية أولئك البحارة الذي كانوا على مثل تلك السفينة. نعم، هل تتوقع عمليات أخرى في قادم الأيام، وماذا عن القصف الجوي أيضا لإيلات تحديدا؟ نعم، نحن نتوقع عمليات أخرى، نحن أعيننا مفتوحة. البحر الأحمر مضيق بابندب، يعني لم تمر السفينة بدون أن نتحدث قبل أن تدخل حتى منطقة البحر الأحمر، وهي لا زالت حتى وإن كانت في البحر العربي أو أي مكان هناك التحقق المسبق عن تلك السفن، وإذا أنه أتت أي سفينة بطريقة متخفية سيتم التعامل معها وفق الحالة المناسبة، إما بالسيطرة عليها أو بتدميرها. طبعا السيطرة هي أصعب سيد الكريم، أصعب بكثير من التدمير، يعني لأنها هناك إنذارات وهناك قوات أمريكية، هناك حاملة طائرات وهناك الأسطول الخامس منتشر في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، وهناك يعني بعض من الأسلحة وأجهزة الرصد في الجانب الأفريقي. إذا أنه عملية السيطرة على السفن الإسرائيلية هي نعتبرها أنها صعبة لكن ليست مستحيلة، ولذا أنه لا نعلم في المرات القادمة. لا تتوقعون ردا أمريكيا على هذا على هذا التعامل مع باب المندب والبحر الأحمر؟ نحن نقول هذا قرار اليمن بغض النظر عن التهديدات، نحن لا نأبه للتهديدات الأمريكية أو غير الأمريكية، نحن ماضون في تنفيذ هذه المهمة بغض النظر عن تبعاتها، وإن كان هناك تبعات نحن لن نعتبر التبعات إلا ستكون ذريعة للقوات المسلحة اليمنية لتصعد الأمر إلى أعلى مستوى، وبدلا أن نقول أن الكيان الصهيوني هو من سيتلقى من الآن تفرض عليه العقوبات بعدم المرور من باب المندب والبحر الأحمر ستشمل تلك الدولة التي ستتدخل عسكريا أو بأي شكل من الأشكال، ولدينا بفضل الله سبحانه وتعالى القدرات اللازمة للتعامل مع أي تهديد سواء كان أمريكيا أو مع حلفائه أو أي يكن. نعم، أشكرك كل الشكر المحلل العسكري من اليمن مباشرة، كنت معنا عبر الهاتف خالد غراب، أشكرك كل الشكر. أنتقل للدكتور غازي فيصل مدير مركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. دكتور غازي مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد هذه الليلة، وأسألك أولا عن قراءتك لآخر التطورات الإقليمية ابتداء حول عدوان على قطاع غزة يستمر منذ 45 يوما.
مؤكد يعني تطورات دراماتيكية خطيرة، ما زال الشعب الفلسطيني في غزة يدفع ثمن باهظ لهذه الحرب على صعيد الأطفال، تجاوز الضحايا أكثر من 5600، إجمالي الضحايا تجاوز 14,000 إنسان، النساء أكثر من 4,000-3,000 امرأة، أيضا المغيبين والمجهولي المصير. لكن الموقف الدولي يتطور بصورة مضطردة لصالح دعم حقوق شعب فلسطين في تقرير مصيره وبناء دولة مستقلة ذات سيادة. هذه نقطة جدا مهمة. أيضا الرأي العام الأوروبي الأمريكي الدولي عموما يوجه انتقادات كبيرة للحرب الإسرائيلية والانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، مثل ما أشرنا استهدافهم للمدنيين والمنشآت المدنية خصوصا المستشفيات ومسألة المدن النزوح، هذا الإجبار على الهجرة من الشمال نحو الجنوب وتعرضهم بالجنوب أيضا للقصف، مثل ما أشارت مواقف وزيرة الخارجية الإسبانية مهمة جدا وطالبت بإحالة نتنياهو وطاقمه إلى محكمة جنائية لمحاكمته على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني وارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محرمة على غرار الأسلحة الفسفورية وغيرها. حتى الموقف الأمريكي، حتى الرئيس بايدن، حتى الإدارة الأمريكية، مراكز البحوث اليوم توجه انتقادات كبيرة للانتهاكات الخطيرة اللي تمارسها القيادة أو وزارة الدفاع الإسرائيلية في هذه الحرب الشعواء المدمرة. يعني هذه الأرض سياسة أو فلسفة الأرض المحروقة، تدمير كل شيء في الواقع، يعني خارج عن أي منطق عقلاني أو احترام للقانون الدولي أو لميثاق الأمم المتحدة. أيضا يعني مسألة شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره في دولة مستقلة، هذه بدأت اليوم تتسع خصوصا مع في الحديث عن ما بعد هذه الحرب، بمعنى عودة الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين، وللسلطة الفلسطينية إجراء انتخابات للرئاسة، إجراء انتخابات تشريعية جديدة من أجل أن تتحول فعلا هذه السلطات إلى سلطات ممثلة لإرادة الشعب الفلسطيني، والذهاب إلى حل جذري للدولتين للتعايش للشراكة لضمان الأمن لضمان الاستقرار، وليس لاستمرار الحرب والعدوان والقتل اليومي. لكن دكتور غازي، اليوم على الأرض الجهود يعني محصورة، الحديث عن اتفاقات لا تتم، ملف الأسرى لا زال في حالة تعقيد متزايد، واليوم هناك اجتماعات لكابينة الاحتلال ولا مسارات واضحة، وهناك حديث عن اشتباكات مستمرة في حي الزيتون قبل قليل لنطق باسم جيش الاحتلال. نعم، أتفق معك تماما أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، يعني منذ أوسلو بعد أوسلو في كل المحطات المختلفة، وحتى منذ مؤتمر مدريد للسلام، يعني لم تتعامل الحكومة الإسرائيلية بإيجابية نحو تحقيق حل الدولتين على الإطلاق، استمرت بإنكار حق شعب فلسطين في دولة مستقلة ذات سيادة. هنا تكمن المشكلة. اليوم المجتمع الدولي ما انتجته هذه الحرب من دمار وقتل وانتهاكات خطيرة وجرائم خطيرة وآثار يعني تنتهك الحقوق الإنسانية، الوجود الإنساني لهذا الشعب ليس في غزة فقط، أيضا على صعيد الضفة. بالتالي يعني المجتمع الدولي اليوم مطالب ومسؤول للضغط وفرض إرادة هذا المجتمع الدولي، مجلس الأمن الدولي، على الحكومة الإسرائيلية، على القيادات اليمينية حتى المتطرفة، من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، غزة، الضفة والقدس الشرقية.
لا يوجد حل آخر غير هذا الحل من أجل ضمان السلام للفلسطينيين أولاً وكذلك للإسرائيليين، والابتعاد عن منطق الحرب والقتل والاعتقالات والتعذيب وغيرها من المعاناة اللي يعاني من عندها شعب فلسطين، والتجويع والفقر والبطالة والتشريد. يعني لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة التي تفاقمت خلال 75 عام. إذن يجب أن يلعب المجتمع الدولي دور حاسم، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم عندما يتحدث أوباما عن حق شعب فلسطين في دولة، هذا التطور مهم، ويجب فرض هذا الحق على الحكومة الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المتطرفة، وأيضا أوروبا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، ألمانيا. إذن نحن اليوم أمام مناخ مختلف تماما عن المناخ اللي كان سائد في 7 أكتوبر. إذا نجح المجتمع الدولي فعلا في الذهاب إلى وفاق أو مؤتمر دولي جديد على غرار المؤتمر مدريد للسلام اللي عقد في عام 1992، والذهاب إلى قرارات ملزمة حاسمة، وأن تكون هناك رقابة دولية على هذه الإجراءات وهذه القرارات من أجل تطبيقها وتنفيذها وضمان حقوق شعب فلسطين. دون هذا أكيد سنستمر في حروب قد تأخذ أشكال مختلفة. نعم. بوجود حماس، مع عدم وجود حماس ستظهر قوى جديدة تقاوم الاحتلال، تقاوم العنف، تقاوم الانتهاكات الخطيرة اللي تعرض لها شعب فلسطين. كما لاحظنا يعني المقاومة ظهرت بالستينات، ظهرت بالسبعينات، كانت هناك تضحيات كبيرة للمقاومة الفلسطينية في لبنان وغيرها، وحتى وصلنا إلى الدولة أو السلطة الفلسطينية عندما كان أبو عمار في غزة، وبعدين الانقلاب، وبعدين الضفة. اليوم نحتاج إلى موقف جدي من قبل المجتمع الدولي، وليس استمرار. لكن هناك من اسمح لي دكتور غازي، هناك من يقرأ أن الإقليم اليوم يتجه لاتجاه آخر، سيطرة على سفن في البحر الأحمر، مزيد من اشتباكات على الجبهة الشمالية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأن الأمور لا تهدأ على أقل تقدير في المدى المنظور. برأيك نتفق مع ذلك؟ والعالم لم يغير شيئا حقيقيا، فهو يتحدث دبلوماسيا بصيغة، وعلى الأرض يرسل أسلحته لإسرائيل بين قوسين لتتابع عدوانها ومجزرتها الجديدة في قطاع غزة. نعم أتفق معك تماما، لكن أيضا حتى يعني الحكومة الإسرائيلية اليوم نتنياهو يعتبر نفسه ما زال في حالة حرب، ولم يحقق الأهداف الاستراتيجية اللي وضعها، اللي هي تصفية حماس، تصفية القدرات العسكرية لحماس، إيجاد بديل لحماس. ممكن يكون هناك قوة دولية تحل بعد انتهاء المعركة. يعني اليوم في هذه اللحظات اللي هي الحرب مستمرة، لا يمكن الحديث عن حل سلمي قبل الذهاب إلى وقف الحرب، الذهاب إلى المفاوضات والبحث عن حل سلمي. في هذه اللحظة نعم هناك الحرب في الجبهة الشمالية، الحرب في غزة الجنوب، وكذلك المواجهة مع الحوثي وما تقوم به الفصائل المسلحة في العراق وسوريا تجاه القواعد الأمريكية. إذا ما زالت الحرب مشتعلة، لا يمكن الحديث عن السلام في هذه الأجواء بدون الوصول إلى وقف الحرب، بدون الوصول إلى وفاق دولي، خصوصا روسيا والصين ممكن اليوم تلعب دور، والوفد العربي والإسلامي اليوم وصل بكين من أجل يعني جعل الصين أو تشجيع الصين لكي تلعب دور مهم باعتبارها عضو في مجلس الأمن الدولي. وإذا الصين يعني قامت بدور مهم، من المؤكد أن روسيا تقوم أيضا بهذا الدور، إضافة للقوى الأخرى، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بدون وقف الحرب، بدون الذهاب إلى ترتيبات دولية، بدون صدور قرار دولي يمهد لهذا الوفاق الدولي أو لهذا المؤتمر الدولي للسلام وبرعاية الأمم المتحدة. نتذكر في مدريد كان هناك رعاية للأمم المتحدة ومن قبل غورباتشوف السوفيت و
جورج بوش الولايات المتحدة الأمريكية وحضرت دول أوروبية وحضروا جميع مختلف الرؤساء العرب والقيادات العربية لهذا المؤتمر في اجتماع متعدد الأطراف وثنائي الأطراف، فكانت النتائج مهمة جدا، لكن مع الأسف لم يذهب الأطراف المتحاربة أو المتصارعة إلى احترام القرارات والذهاب إلى برامج عملية ممكن اليوم العودة إلى المبادرة العربية اللي ممكن تشكل قاعدة أيضا مهمة جدا لبناء السلام، لكن يجب أولا وقف العمليات الحربية العسكرية والذهاب إلى إجراءات السلام. هل تتوقع أن تتوقف العمليات العسكرية في القريب العاجل؟ يعني هناك من يقرأ أن هذا الأسبوع لن يحدث فيه توقف لعمليات عسكرية، ولا الأسبوع يعني المقبل ولا ذي يليه، لأنه لا تحقيق لإنجاز ولن يحقق الاحتلال على أقل تقدير في المدى المنظور إنجازا على أرض غزة اللي باتت مقبرة لجنوده وألياته. نعم أكيد أكيد، لكن في النهاية يعني الحديث عن أن إسرائيل اليوم لا يمكن أن تستمر في حرب لمدة 3 شهور، بخلافه ستتعرض إلى انهيار اقتصادي اجتماعي كامل. إذن الإسرائيليين يدركون تماما أن الاستمرار ل3 شهور ممكن يؤدي إلى نتائج كارثية. التقديرات الأولية في بعض الأحيان بعض التصريحات من نتنياهو وغيره يتحدث عن أسابيع من أجل حسم المعركة على الأقل بالاتجاه اللي من وجهة نظرهم طبعا يحققون الانتصار وتحقيق الهدف الاستراتيجي. طبعا هذه حرب، احنا ما نعرف بالضبط اي مفاجآت ممكن تحصل غدا او بعد غد، سواء بانتصارات لحماس والمقاومة الفلسطينية او بتحقيق نتائج مهمة على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة في القطاع. احتمالات كثيرة لا نعرف بالضبط، هل سيدخل حزب الله حرب؟ أنا أشك بذلك، سيبقى يستمر يعني بهذه الاستراتيجية الدفاعية مع مناوشات. إيران أعلنت على لسان خامنئي أكثر من مرة أننا لن ندخل الحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. نفس الشيء الظريف وزير الخارجية أمس يتحدث أن إسرائيل تحاول أن تجرنا إلى حرب لكننا لن نحارب. إذن ما زالت يعني أطراف الحرب أو أطراف الصراع في هذا الموضوع ما زالت مركزة بين حماس وبين الجيش الإسرائيلي، وبالتالي ننتظر يعني حسابات الطرفين وعلاقات القوة العسكرية وما هي نتائج كل هذه الحرب في النهاية. يعني لابد في النهاية أن يكون هناك منتصر ومهزوم في هذه الحرب لكي نذهب إلى بناء السلام وتحقيق الأهداف الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لضمان حق الشعب الفلسطيني. ما يهم اليوم حق شعب فلسطين في بناء دولة ذات سيادة مستقلة وحق في اختيار نظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة. أشكرك كل الشكر دكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي لدراسات استراتيجية، كنت معنا مباشرة من عمان، أشكرك كل الشكر.